نظرية الطبقة المتاخمة. طبعا حسابات الحمل الحراري كلها مرتبطة بنظرية الطبقة المتاخمة، اللي هي تعبير عن تغير سرعة الماء بسبب وجود الصفيحة الساخنة. يعني وجود صفيحة ساخنة بهذا الشكل ووجود حركة للهواء، هسه حاليا هو حاليا ماكو درجة حرارة وإنما فقط سرعة وليكن رمزها V، وهذه السرعة حاليا بالبداية هي جاية قصة واحدة، يعني كل المائع يمتلك نفس السرعة فهو جريان انفايزد، هسه حاليا ماكو تأثير للزوجة، لكن بمرور الماء حول الصفيحة على الصفيحة راح تبين هنا تأثير اللزوجة. فطبقة الماء اللي موجودة الملاصقة إلى الصفيحة راح تكون ثابتة كما هي الصفيحة، يعني سرعتها تساوي صفر لأنها ملاصقة إلى الصفيحة، وسرعة الصفيحة تساوي صفر، إذا طبقة الماء الملاصقة إلى الصفيحة أيضا سرعتها صفر. تزداد السرعة بالتدريج مع الابتعاد عن الصفيحة باتجاه الواي. إذا أنا عندي هنا محور واي وهنا محور اكس. يعني هنا شوية طلاب، يعني إذا أريد أعطيكم مثال، إذا أنت هنا على سطح بناية على سبيل المثال وكنت واقف هنا، فإحساسك بالسرعة راح يكون بالسرعة الكلية الإجمالية. لو كانت سرعة عالية على سبيل المثال، جدا عالية، رياح عاصفة، أكيد أنت وجودك هنا طبعا راح يدفعك الهواء وتطيح مثل ما تقول على السطح. طيب إذا كنت هنا موجود أنت في منتصف البناية، هل يكون إحساسك بذات السرعة؟ أكيد لا، لأنه هذا الماء اللي موجود هنا قلت سرعته، أنت داخل هالمرة في حدود الطبقة المتاخمة، وإذا كانت الرياح عاصفة أنا متأكد شنو راح تميل إلى أنه تنزل جوا بعد أكثر، ربما يعني مثل ما تقول تنبطح على السطح في سبيل يكون تأثير الرياح أقل. شنو هذا؟ ليش سويته هالشكل؟ لأنه السرعة بالقرب من الصفيحة راح تكون سرعتها أقل مما كانت انه بالابتعاد عن الصفيحة مسافات ابعد، يعني ابتعادك عن الصفيحة هنا راح تلقى سرعة الرياح عالية جدا. هذا المنحنى الحسابات مالته مهمة جدا، مثل ما نشوف هو منحنى تغير السرعة، والمنطقة اللي موجود بيها تغير بالسرعة، تغير ويا الواي، يعني يو ذا فانكشن هسه حاليا للواي وهي دالة ايضا الى الاكس طبعا، لأنه هنا ماكو سرعة كلش قليلة، هنا أساسا يعني السرعة كلها تساوي يو انفينيتي. إذا اليو هنا دالة لمن؟ دالة إلى الواي ودالة إلى الإكس. إذا كانت الظروف مواتية لهذا الجريان فيكون بالبداية الجريان على شكل طباقي، ولكن يصل به الحال إلى أنه يبدي يتخربط مثل ما نشوف هنا، تبدي تيارات دوامات، يختلط يعني الطبقات مع بعضها البعض، هنالك مرحلة انتقالية الاختلاط بعده مو قوي ولكن يبدأ الاختلاط يصير أقوى، وندخل في مرحلة التيربولنس. هنا بالمجمل أكو معادلات تصف الحالة وهنا أكو معادلات تصف الحالة، وفي الغالب هذه المنطقة تهمل، يعني يأخذون الأفريج، نقطة موجودة كأفريج نصطلح عليها بالإكس كريتيكال، وهي الإكس كريتيكال هي المسافة اللي بيها انتهى حالة الجريان الطباقي وتحول كل الجريان إلى اضطرابي. طبعا طلاب هنا هي هاي طبقة الماء، لو كان على سبيل المثال هواء مثلا، ومثل ما ذكرت مثال مثلا هذا جدار بناية سطح بناية، طبعا هذه الطبقة ما راح تكون تقدر تعاينها بسهولة إلا أنه تخلي مثلا على الدخان مثلا أو لون معين، يلا تبين عندك هسه هاي الطبقة. في كثير من الفيديوهات اللي موجودة باليوتيوب انه يخلون دخان في النفق الهوائي مثلا، اللي يفحصون مثلا طبيعة الجريان على سيارة تم تصميمها حديثا او طائرة، يخلون دخان على مود يبرزون هذه المنطقة. امامكم طلاب واحد من الفيديوهات اللي يوضح نمو الطبقة المتاخمة، شوف هذا اللي على مسافة 5 متر راح يبدي شلون سمك الطبقة المتاخمة يزداد. طبعا هنا جريان كله اضطرابي مثل ما تشوف دوامات، القصد انه سمك الطبقة المتاخمة شلون قدر يعاينه، لا للأسف النت ضعيف، قدر يعاينه انه اذا ضخ مثلا فد، يعني شلون تقول دخان مثلا عبر الثقوب معينة، وقدر يعاين من خلالها هسه هاي الطبقة، وإلا هي يعني جزء من الماء يعني شفافة المفروض.
وعموما هذه الطبقة المتاخمة يصطلح عليها بالفيلوسيتي باوندري لاير، وفي كثير من الأحيان الكتب تشير لها إلى أنها هايدروديناميك باوندري لاير. لو كان المائع والصفيحة بنفس درجة الحرارة، فإن دراسة الطبقة المتاخمة الهايدروديناميكية المتعلقة بالسرعة فقط مفيد جدا لحساب قوة الاحتكاك. أنا سابقا أعطيتكم مثل على أنه لو كانت هذه الصفيحة سابقة الشرح، إذا أرجع لها، لو كانت هذه الصفيحة حرة الحركة، مثلا مخلي بعض الصشمات مخليها جوا ومادة تزييت، وجبت مروحة وظليت تهوي على هاي الصفيحة الأفقية، أنا متأكد هذه الصفيحة طبعا راح تبتعد، راح تتحرك بفعل قوة الزخم مات الهواء القادم. إذن هذا دليل أنه راح تتولد قوة، ولهذه القوة يعني بموازاة الصفيحة نسميها قوة الشير. إذا نقسم القوة على المساحة، طبعا هنا ما بين المساحة، يعني هنا مثلا أكو بعد عمودي، إذا راح تتولد قوة. إذا وجود الصفيحة ثابتة راح يولد قوة من المائع على الصفيحة، إحنا هاي القوة نسميها قوة الاحتكاك. لو أخذنا قيمة الشير عند الصفيحة السفلى للمائع اللي هو الواي يساوي صفر. إذا دراستنا للفيلوسيتي باوندري لاير مفيدة جدا لحساب قوة الاحتكاك. والفيلوسيتي باوندري لاير لو كانت درجات الحرارة بين الهواء وبين الصفيحة مختلفة، راح تتولد بعد طبقة أخرى، وراح يتداخل حسابات الطبقة المتاخمة للسرعة مع حسابات الطبقة المتاخمة الحرارية. وعموما هسه حاليا دراستنا فقط للسرعة. نطبق الباوندري كونديشنز للطبقة المتاخمة، والسرعة تساوي صفر عندما الواي يساوي صفر، إذا سرعة الطبقة السفلى للمائع بالقرب من الصفيحة تساوي صفر، وهذا الشرط يسمونه نو سليب كونديشن. ربما أكو بعض الموائع كحالات خاصة ما ينطبق عليها هذا الشرط، وبالحقيقة أكو موائع أساسا التمثيل الرياضي اللي هو قدمه إن نيوتن في قانونه لوصف الجريان اللامينر أساسا ما ينطبق عليها. فإحنا هسه حاليا فارضين أنه دراستنا للمواعي اللي يصطلح عليها مواعي نيوتونية، يعني ينطبق عليها قانون نيوتن ميو ديو إلى دي واي اللي ماخذينه بالدراستنا لميكانيك المواعي. الشرط الحدي الثاني أن السرعة تساوي سرعة الماء المطلقة اللي إجت من الفان عندما يكون الواي يساوي دلتا، وهذه الدلتا مثل ما شفنا بالرسم السابق، لا بأس انه ارجع له، دلتا هي السمك مال الطبقة المتاخمة، بس هذا السمك المشكلة متغير ويا من متغير مع الاكس، يعني الطبقة المتاخمة نمت هنا، بدت بالنمو من الطرف مال الصفيحة، وهذا السمك يعني بدأ يزداد شيئا فشيئا إلى أن وصل كما شاهدتم مثلا بالفيديو، ظل يزداد يعني إلى أن يصل مراحل، طبعا يتوقف عند طرف الصفيحة بعد أنه ينتهي تلاشى، يعني تتلاشى دور الطبقة المتاخمة. الطبقة المتاخمة هي ملاصقة بوجود الصفيحة فقط. طبعا يوجد شروط حدية أخرى غير هذه راح نعطيها لكم بالواجب، ولكن هذه هسه حاليا أبسط الشروط الحدية. وجود شرطين حدية مفيدة فقط إذا افترضنا أن منحنى السرعة هو من الدرجة الأولى اللي بها فقط ثوابت اثنين ممكن نوجدهم بوجود هذه الشروط. كلما ازداد عدد الشروط الحدية كلما كان أفضل في تمثيل منحنى السرعة، ولكن للأسف يكون الحل أصعب. طيب هنا السؤال اللي انطرحه، شنو نستفاد من هذا منحنى السرعة اللي هو دالة إلى الأكس وإلى الواي؟ الأكس موجودة وين؟ في الدلتا، في سمك الطبقة المتاخمة. أنا سويتها لكم على شكل خطوات مبسطة، وهذه طبعا تفاصيلها وأمور أخرى تلقاها في كتب الفلويدز، يعني التفاصيل أخرى إذا تحب اللي نبدأ بيها بأنه تطبيق قانون نيوتن للشير سترس اللي أخذناه بالفلويد. ويقول هذا القانون أن التاو يساوي ميو بارشل واي بارشل يو الى بارشل واي، ونطبق التاو وين في مكان، نطبق المشتقة وين بالقيمة الواي يساوي صفر، يعني احنا مهتمين بالتاو اللي هو على الصفيحة، واكو اكثر من تاو يعني موجود كلما ارتفعت لانه الطبقة المتاخمة موجودة، لانه انا ما مهتم بقيم التاو الا عند الصفيحة اللي راح اوجد بيها قوة الاحتكاك.
لا تنسون هنا ميو هي المصطلح للزوجة الديناميكية، ويوجد مصطلح آخر هو الزوجة الكينماتيكية، العلاقة بيناتهم أنه الكينماتيكية يساوي النميو تقسيم الكثافة. بعد ما لقينا قيمة التاو اللي هو يعني للأسف راح يكون هنا موقعي local، نقدر نسوي الفرضية مالتنا الأساسية اللي هي أن معامل الاحتكاك coefficient of friction، coefficient of friction هو قيمة التاو تقسيم الضغط الحركي. هذا مصطلح الضغط الحركي إذا تذكرون، اللي هو يشارك الضغط الاستاتيكي وضغط الارتفاع في معادلة برنولي. فإذا هو الفرضية أنه التاو يتناسب طرديا مع الضغط الحركي، ومعامل التناسب راح نصطلح عليه بالcoefficient of friction. حساب طبعا الcoefficient of friction وحساب قيمة التاو، للأسف هاي الحسابات هي موقعية local، يعني متغيرة مع الx مثل ما نشوف هنا هذا الرمز x، وحتى وجود التاو أيضا المصطلح x يعني يدل على أنه local يعني متغير. المشكلة أنا ما أريد القيمة اللي تتغير، أنا أريد الأفرج مالتها يعني على كامل الصفيحة. يعني أعطيكم مثال، قيمة التاو في بداية الصفيحة مثلا قيمتها كذا، وبل ابتعاد عن قيمة X مسافة 1 سنتيمتر أصبحت قيمة تاو مثلا 100 باسكال، وبعد الابتعاد 5 سنتيمات صارت القيمة مثلا قلت إلى 80 باسكال إلى آخره. يعني أعطيكم مثال أنه هاي القيم تتغير. طيب أنا ما أريد المتغير، أنا أريد مجموعهن كلهن تأثيرهن كلهن، فأضطر أسوي ما يعرف بالأفرج فاليو اللي هو الرمز مالته هذا البار مثل ما نشوف، واللي أنا هذا اللي أحس به مثل ما قلت لكم. يعني من الساعة إذا خلينا سبرينج وحاولنا قياس القوة المتولدة على هذه الصفيحة، فالقيمة هي هاي اللي تطلع لي أنا بالمؤشر إذا أريد أسوي تجربة. الأفرج هو اللي يطلع، أما القيمة المتغيرة فأنا ما أحتاجها. القيمة المتغيرة استفاد من عدها ربما لرسم كيرف معين، أرسم الكيرفات فأحتاج مثلا التاو شلون تتغير ويا الأكس، الكوفيشينت أوف فريكشن شلون تتغير مع الأكس، ربما أكون مكان بكريتيكال فاليو ربما يزداد ربما يقل في هذه النقطة. أما حسابات الأساسية اللي أحتاجها مثلا لتصميم مثلا على سبيل المثال سيارة، فأرد أقول أرد أصمم سيارة وأرد أشوف إيش قد الهواء يؤثر على السطح الخارجي، يعني السيارة من تمشي تحتك مع الأرض ولكنها أيضا تحتك مع الهواء، طيب احتكاكها مع الهواء إيش قد يولد قوة، إيش قد أحتاج مثلا أضيف للمحرك قوة على مود تقاوم هاي السيارة الهواء. أنا أحتاج الأفرج فاليو للشير سترس المعدل، تعريف مالته الأساسي ننتبه كل الزيان لهاي المعادلتين، 1 على L تكامل من 0 إلى L لقيمة تاو دي إكس، وكذلك نفس التعريف بالنسبة إلى الكوفيشينت أوف فريكشن. ننتبه كل الزيان في حالة استخدام معادلات أنه هاي المعادلة هل هي local أم هل هي average، انتبه كل الزين. اللوكال غير مفيد لحساب القوة لأن القوة هي نعتمد على المعدل، سواء كان بحساب اعتمادنا على coefficient of friction أو اعتماد حساباتنا على التاو. وبعد ما نوجد قيم average value مثل ما نشوف هنا نقدر نحسب القوة. القوة ببساطة هي التاو في المساحة مثل ما ماخذينها يعني سابقا، سواء بالفلويد أو حتى بالمقاومة. إذا تتذكرون بالمقاومة عندنا الإجهاد العمودي والإجهاد الشير، وبشكل عام القوة هي تساوي الشير ستريس في المساحة. ممكن نعوض عن قيمة الشير بما يساوي من قيمة coefficient of friction.